تعليقا على التظاهرات ووقوفا على حقيقة الأوضاع في بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من بغداد الكاتب الصحفي أحمد الإفراجي. مرحبا بك سيد أحمد. أهلا بك وسهلا، مرحبا. أستاذ أحمد، بداية، المتظاهرون في بغداد قالوا إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والقنابل ضدنا، كيف رصدت تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين خلال الأيام الثلاثة الماضية؟ كيف رصدت؟ نعم، تحية لك وتحية لمشاهدي قناة الرافدين. بالتأكيد يعني بحسب شهادات الكثير من المتظاهرين، من يقوم الآن هو بضرب واستخدام القوة المفرطة بحق هؤلاء الشباب الثائرين على الفساد وعلى الظلم في العراق هي جهات إيرانية تتبع لميليشيات ترتدي السواد. ولو لاحظت في هنالك مقاطع فيديو حقيقة بثت اليوم تحديدا، بأن من يستهدفهم هم جماعات بالتأكيد هي ميليشيات، وبالتأكيد هذه لا تريد لهؤلاء الشباب أن يكون صوتهم عالي ضد الفساد وضد ما يحصل من عمليات مهزلة منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا. نعم نعم سيد أحمد الفراجي، يعني تقول هناك ميليشيات استهدفت المتظاهرين في بغداد، يعني حتى هناك مقاطع فيديو يتحدث المتظاهرون عبرها وهم يشاهدونهم بالعين المجردة، أليس كذلك أستاذ أحمد؟ بالضبط، هو هذا الذي أتحدث عنه، وهذه هي شهادة الشباب الذين حقيقة في أكثر من فيديو لو لاحظ ولاحظ العالم كله، هنالك جماعات تتقدم خصوص القوات الأمنية. يعني اليوم القوات الأمنية، ولو لاحظ هناك أيضا بعض مقاطع فيديو مفت قبل ساعة تقريبا أو ساعة ونصف، شاهدنا العناصر الأمنية كانت تنسحب ولا تريد أن تصطدم مع المتظاهرين، لكن هؤلاء الذين يرتدون السواد هم كانوا أحرص على أن يستهدفوا المتظاهرين وعلى أن يسقطوا الرصاص يعني لتفريقهم و طيب سيد أحمد الفراجي، يعني منذ بداية هذه الانتفاضة قبل أيام ولحد اليوم، يعني هل استمر هذا التعامل الخشن من قبل القوات الأمنية ضد المتظاهرين؟ يعني حقيقة علينا يعني أن لا نضع كل القوات، أن نكون منصفين وأن لا نضع كل القوات العراقية في كفة واحدة. هنالك البعض من القوات الأمنية وتستندها هذه الميليشيات هي تحاول تفريق هؤلاء بأي وسيلة كانت، قتلهم، رميهم بقنابل دموع حتى لا يصلوا إلى يعني باحة المنطقة الخضراء ويعبروا الجسر. طيب ما حقيقة بعض الفيديوهات التي يعني منشورة الآن في وسائل التواصل؟ يعني هناك يعني فيديوهات عرضت، ما حقيقة أنها أن بعض القوات الحكومية يعني وقفت مع المتظاهرين؟ أنت تقول ليس الجميع يعني من القوات الحكومية هي التي تتعامل بعنف مع المتظاهرين، هل هذه حقيقة؟ نعم بالضبط. وهذه أيضا الكثير من الشباب الثائرين يقولون هنالك يعني بعض من القوات الأمنية قدمت لنا زجاج قهوة، ذلك كانت حريصة على ألا تستهدفنا، لكن في الجانب الآخر أو في الطرف الآخر كان هنالك من هو حريص على أن يعني يستخدم القوة مع هؤلاء المتظاهرين. نعم، هذا شيء واضح طبعا. نعم. طيب كيف هي الأوضاع عندك الآن سيد فراجي؟ نعم، الوضع عموما في بغداد هنالك حظر التجوال حتى هذه اللحظة لا زال ساريا في العاصمة العراقية بغداد وبعض المحافظات العراقية، إضافة إلى انقطاع شبه كامل لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. يعني شبكة الإنترنت انقطعت يعني كما تعلم سيد فراجي. نعم. وعادت من جديد وانقطعت مرة أخرى. هي مقطوعه وهي عاد امس مده ساعه من
من بغداد، لكن انا اتحدث الان واقول لك بان حضرة الجوال لا زالت تاريخ، وكذلك شبكه الانترنت مقطوعه في عموم بغداد. طيب، ما دلالات هذا الاجراء، هاي الاجراءات قطع الانترنت وغيرها، ما دلالاتها؟ يعني هل الحكومه تريد ان تخفي الحقيقه امام انظار العالم مثلا؟ بالتاكيد عزيزي، يعني هذا يعني تستخدمه بعض الدول، والعراق قد نهج هذا النهج. حكومه السيد العبادي لم تستخدم هذا الموضوع، لكن على ما يبدو ان حكومه السيد عادل عبد المهدي قد من نصحها بان تقوم بقطع شبكات التواصل الاجتماعي حتى لا يتواصل المتظاهرون فيما بعضهم، وحتى لا يكون هنالك دعم من داخل بغداد لهؤلاء المتظاهرين ومن داخل العراق. ايضا فاتني ان اذكر موضوع مهم، هو ان الان بدا الشباب يتوجهون الى للوصول الى ساحه التحرير. اذا المتظاهرون مستمرون في حركهم. نعم، مستمرون في حركهم، وهم الان يعني كان هنالك اطلاق عيارات ناريه ايضا بحسب ما علمنا، وادى الى انسحابهم قليلا، لكنهم الان بداوا يتقاطرون على ساحه التحرير املا بالوصول الى يعني المنطقه الخضراء وعبور، خصوصا بعد خطاب عبد المهدي الاخير، اليس كذلك استاذ احمد؟ نعم، لان خطاب عبد المهدي حقيقه بالنسبه اليهم لم يكن البلسم الشافي، وكان مخيب الامال. يعني الكثير منهم يعني كانوا يتمنون، قالوا كنا نتمنى ان يخرج عادل عبد المهدي ليقول اقدم استقالتي، لكنه خرج بهذا خرج بهذا البيان الهزيل، وهذا هو ما اثار الشباب اكثر. وصلت الفكره استاذ احمد الفراجي، شكرا جزيلا. ايضا سيتواصل ايضا تكون قوه مفرطه من قبل الاجهزه الامنيه، وكذلك هذه الميليشيات التي بدات تستخدم الحكومه العراقيه لقمع. شكرا جزيلا استاذ احمد الفراجي لانضمامك الى منبرنا الرافدين.